أنا أبو بلال مريف المعرة الشرقي، عندي 5 أولاد وكنا بالضيعة. هذا الحكي من 3 سنين، إجت قذيفة على الضيعة صابت راح بصري، ورحت صرت أتعالج بالمشافي من مشفى لمشفى، ياخذوني عشان اعمل عمليات. رحت على سراقب ورحت على الدانه وعباب الهوى، رحت عملت عمليه قطع زجاجي. وبعد هالعمليه يعني ما استفدت شيء، يعني لسه لحد الان باخذ قطرات عن طريق دكتور، يعني لحد الان ما استفدت شيء خالص. يعني بجوز حاجه لعمليه، ما عندي قدره اعمل عمليه، يعني ما عندي انا. وبعد هذا الحكي من 3 سنين، وبعدها نزحنا صار وضعنا لسه سيء أكثر، لأنه رأنا فقط بصري ونزحنا وما استفدت شيء لحد الآن. عندي أولادي صغار ما عمرهم 7 سنين، أكبر عمره 7 سنين، يعني لا بيعينوني ولا شيء، معين رب العالمين أحسن شيء هو. وصار وضعنا سيء، ننزح من مطرح لمطرح وما نعرف وين هلا وين بدنا نروح. يعني وضعنا صار سيء والله، والحمد لله على كل حال. وفقدت بصري، يعني صار البصر صعب، يعني ما بقى انه احسن انا اتحرك. كنت قبل اشتغل معمار، ما انا بحاجة حد الحمد لله والله، هلق ما انا غير فاعلين الخير، الله يجزيهم الخير ورب العالمين، والحمد لله على كل حال. والله صعب علي، بعد ما فقدت بصري صارت أموري جحيم، يعني صارت هجرنا 3 سنين ويعني وراح بصري، يعني صارت أموري سيئة كتير. يعني هي شيء من رب العالمين، بس يعني بتقلب الحياة لها الجحيم، يعني لأنه نعمة البصر ما بتتمن. وراح بروحت هالبصر، يعني أنا كنت قبل يعني أعيش بجني، بس والله هلق صار وضعي سيء بعد ما هاي. يعني أنا بجوز بحاجة لعمليات برا، بس ما لي قدرة، أنا بدي طعم أولادي ولا يعني معيشتي دوبها الله يساعد يعني تكفي أولادي. إلا أنا قدرة لا أروح يعني لا أطلع برا، ولا أنا بدي حد يجرني من هون لهون، بدي حد يجرني، يعني وضعي ما بشوف خالص. وعندي هالأولاد يعني بضل حوالي، لا بيحسن اللي يروح، يعني هو لازم بدل ما يكون بالمدرسة هلق على طول جنبي بضلوا حاليا. يعني اولاد يعني صعب سيء كثير، وضعي صار سيء وحالتي الله يساعد، لانه يعني اولاد بتعرف معيشي صعبه، وما لهم عين غير رب العالمين واهل الخير، ولا بحاجه لعمليات. انا كان هلا رجع لي نظري، انا حلمي اشوف اولادي، كان يعني الثلاث سنين ما شفت اولادي، يعني الي امل بالله انه يعني اعمل عمليه اشوف اولادي، لانه وضعي سيء هيك من عدا نظر سم. ويعني وضعتي والله عيشتي صارت صعبة بهالوضع هذا، يعني حلمي اشوف اولادي بعد 3 سنين، يعني عم يكبروا قدام عيني وانا ما عم اشوفهم، وانا احتمال اشوفهم بعملية يعني اذا الله اكرمني بشي. هلق انا بحب يعني الله يرجع لي بصري وروح اشتغل قدام اولادي ورجع لهم فرحتهم، وما يحتاجوا لاي انسان، ما يعني ضل حواليهم مبسوط واشتغل قدامهم. انا مثل ما كنت قبل بالاولي اشتغل، ارجع هلا ارجع قدم لهم واشتغل هون، عشان ما نحتاج لحد وما نحتاج غير لرب العالمين. الحمد لله على كل حال، لعلك يتويك صار معنا.